اوصف حياتك بحاجه في الاوضه. ايه ده؟ ايه اوصف حياتك بحاجه في الاوضه؟ انت شايف اللمبه المحروقه دي؟ استنى اوريها لك. ايوه والله انا اهو انا اللمبه اصلا المحروقه دي اللي فوق دي، والله العظيم تاني استنى هي مش باينه. انا اللمبه المحروقه دي والله العظيم انا لمبه محروقه. قابلتني حد كان جاري قديم في البيت القديم وتعرف ايه، اتغيرت مش اتغيرت، مالك اتطفيت لي ليه؟ بتحرق مش بتطفي. شالني وانا مريضه مش عارف اللي انا ماشي بمثل هقول لك اللي طبط. انا الناس اللي عندي على اكونت يعني انا مره اعترف 5000 والله العظيم اعرفهم لحد دلوقتي، يعني مثلا داخلين في 7 8 شهور عارفه، 10 شهور عارفه. انا اللي يعني ماشي بمبدا اللي هو ايه، اللي يمسك ايدك وانت تايه كده حطه في عينك لما توصل في عينك. يا جو الامتحانات انا مش فاهم برضو نظريت، يعني هو هي قاعة الافراح خطر وقاعة الامتحانات دي فيها سكر بقى، ريحوا العيال كده والله. لا يا ده لو بيت رأي وزيري تعالى نعمل عشان يسكوا عاطكم في البيوت كلكم اقعد يلا مش تقسيبك على دماغك. انت بتغير صورة البروفايل ليه؟ هما جامدين كده مش مهتم. الشنطه اللي جنب الكرسي فيها ايه؟ يخرب بيوتكم فين دي؟ دي هدوم، انا عايش في هدوم بس انا امي عندها هدوم تكفي زكا برام. ثواني بس يا جو عشان ما اشوفش التيك توك طول رمضان. هي الاوضه دي اتغيرت؟ لا دي اوضه امي اللي فيها التكييف عبد الله على سلامتك. انت رجعت هتلاقي نفس الاوضه ماشي. اوصف لي العيد لاني مش قادرة اخرج وعايشة حياة مكتئبة. العيد بص العيد انا بالنسبة لي انا بيجي لي اكتئاب في الاجازات معرفش ليه، مع اني ببقى مستنيها طول السنة. هل ده معناه ان انا بكره؟ لا انا برضه بكتئب عادي، انا طول السنة مكتئب يعني، وانا كنت طول السنة بتقضيها كده كده انا مكتئب عادي بقى اريح. بس انا عندي بقى ميزة مختلفة شوية. انا بالنسبه لي العيد كوبايه شاي بلبن كده جيركن كبير تقعد تشرب فيه، تطلع تريح تلف شويه في الشقه خلاص ريحنا تعال نخش ننام بقى نصحى اخر يوم العيد. والله العظيم انا اليوم عادي انا بنسى كل حاجه. اقول لي حاجه يا عم يا اسطى انا كنت بقول لاصحابي اسرار اقسم بالله الحوار ده ما حدش يعرف، كنت بقول لهم اسرار والله العظيم واجي بعد كده اكتشف ان انا قايل لهم وما يعني انا عندي زهايمر. والله انت فاكرني بهزر؟ والله زهايمر. استنى بس عشان امسح البتاع ده وقع عشان ام لايت امي دي هي بتزعل عليها، بس مش مشكله بس البطرون هيبوظ يا عم. فكنت اقول لهم اسرار والله العظيم واكتشف ان انا يعني مش قايلها لحد، وفي الاخر الاقي نفسي قايل لكل الناس. حويت قوي ربنا يحميني يا رب. انت النور كله والله. الله يسترك يا بنت سلمى. خدت عيدية؟ لا معرفش الناس تقول لك اصل انت كبرت على عيدية. ابويا كان زمان يديني في العيد المسلمين عيد المسيحيين يديني. انت جوا عايزين نحرك قدس اتحررها بالعقول مش مش بالسوشيال ميديا. حكومة قفلت علينا العيد قول مياو ربنا كبير. افضل اقول لك تاخد احلى ضحكه في العالم. الله يسترك والله العظيم ثلاثة الله يسترك. ما في ازيك يا هنا؟ ازيك يا هنا؟ انت منور قلبي. الله يسترك قلبي الله يسترك. اعمل الحركه اللي بتخبطها بايدك على قلبك ليه؟ انا في انا عايز اقول على حاجه. انا كل حد بيشوفني دي حاجه غريبه يقولي وانا ممكن امسك شعرك ليه؟ ليه 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 والله دي كل واحده تمسك تقعد تعمل كده. الاول كنت مستغرب لقيت لا ده العادي. انا عايز تمسك شعره ليه؟
ايه اللي بايظ في اوضتك؟ انا اللي بايظ، لا انا عندي بايظ مشاعري والله العظيم. عندي مشكله في المشاعر، ما بحسش. يعني بقى بايظه يا عظم. انا بنت بيتي كله معزول ونفسي تقلبها مراجيح زي ما كنت انت عامل. محمد مبدئيا كده سلامات ليك وللعيله، وعيش يومك. استنى مع جوتا ويطلع على المانيا. هاي، ازيك؟ الحمد لله، عيدك مبروك. دي متعلقة، دي من تونس. صحيح صحيح صحيح، ولا انت بينور بصدي يعني، ظاهر، يعني من بص الاكسن ظاهر. والله العظيم بينور. ده شعرك الحقيقي؟ اي مالا، شنو شعرها. احنا عندنا بس بتطلع حاجات. الله اكبر، الله اكبر. طب خلاص داري بقى، عشان انت هيحصل لها مصيبه دلوقتي، هينبروك عين، يدوك عين، يجيبوا فجرك. انت بتدرسي ايه؟ لا لا، مش ما بيفرقش والله العظيم. انت اللي عندي 609 في اللايف، والله ما بيفرق. خرجت إعلام وصحافة. اوف، دي متعلمه، دي متعلمه قوي. وإنتي؟ يعني قسم ايه طيب، ولا ما فيهاش اقسام؟ قسم إعلام. نفسك تعملي ايه في حياتك؟ مذيعة تحققي من ولا الدراسة؟ منشطة؟ نحب نولي يا مذيعة يا إما منشطة برامج. طب حاولي. إيه نحشم. ولا بص، تخيل دي بتعورك في مذيع. بص قولي يا مذيع، شنو نقول يا مذيعة؟ ما بتقولوش يا مذيع، ما بتقولوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ احنا نقولوا يا اما انيماتريس ولا نقولوا منشطة يعني، ولا نقولوا مذيعة. مش هالة مذيعة. ده فرنساوي. يلا ده فرنساوي، وانت اكيد بتفهمي فرنساوي، كل التونسيين بيفهموا طرف فرنساوي صح؟ ايه قولي ايه قولي ان انا اجمد واحد في الدنيا بالفرنساوي. سجل يلا، سجل سجل. نقول شنو نقول؟ ده فرنساوي طلع سهل. شنو نقول؟ شنو شوف طلعت نقول؟ متعه. ايه ده؟ مش ده شو؟ ايه؟ هي لسه ما قالتش صح؟ انت عايزني اقول ايه؟ ايوه. انا كده فهمت ان انا اجمد واحد في الدنيا، احسن واحد في الدنيا. قول دخلني بعضي، تلو ميور دو موند. انت سجلت يالا ولا ما سجل؟ استنى تي بس عشان قلبي. لو ميور دو موند. واحده بتقول لك شعرك حلو، يلا ده انت كده هتروحي في داهيه، Thank you. هتروحي في داهيه والله. والله ثانك يو. ايه ماشي، سجلت سجلت ماشي، الله يستر. ماشي، واحدة بتقول لك شعرك ده عامله ازاي؟ اقفلي يعني اللايف وهربي حزين. على تونس. على الخضرا والله العظيم يا ربي. انا عندي 632، هياكلوك يا زوري. ماشي، حاولي تحاورينا وتورينا ازاي انت شاطره في المذيع، في المذيع الإذاعة. الاذاعه، متعلمه قوي. مساء النور. الحمد لله انا كويس، نحب نحكي الحمد لله. بالمصري، نحب نقدم كمصرية. انت قولي اي حاجه، قولي اي حاجه، ولا قولي أي حاجة. اي حاجه، قولي اللي انت عايزاه والله العظيم، قولي بس اي ما حاجه. حدش بيسجل. لا الاولاد بيسجلوا. يا ده انت لهوي هتبقي بكره على الفضائيات، يا اصبري. لهوي. طب ما فيش، ده في لا إذاعة، لا في ياسمينة تلفزيون، لا لما انت حاجة. تقولي لها ان هي حلوه بالزاف، امال انا اقول لها ايه يا ياسمينة؟ ما تصلي على النبي يا ياسمينة. احنا نقولوا برشا برشا، ما نقولوش بالزاف برشا برشا برشا. ماشي ماشي. قولي، حاولي تحاوريني وتوريهم ان انت اجمد واحد مذيع في الدنيا. محشم راني. محشي ايه؟ ليه انا محشي؟ نحشم نحشم يعني بتكسف. ايه محشي ده يا اسطى؟ انا محشي نحشم يعني بتكسف، نحشم يعني بتكسف. يا انا محشي لا لا، كلمينا عرب الله يسترك على سهلة. محشي محشي يا جعانة كوسة. ولا ايه؟ لا 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 لا، لا معلش معلش، بس برشا طب برشا يا مدام، ده واحدة يا واحدة. محمد. ماشي، ابتدي ابتدي براحتك. ليه مش هبتدي؟ ما طول ما هم بيسجلوا خلينا بنحكي كده. ماشي، ما حدش يسجل. ماشي، اصل دول ما فيش فايدة والله. احكي لنا انت على روحك، شو تعمل في الدنيا؟
لا مش عارف. انا قاعد نايم، انا قاعد مش لاقي حاجه. الحاجة وده في حد ذاته رساله بحاول اوصلها للناس، اللي هو مش لازم كلنا ولعنا يا جو. يا رب تولع معاك زي ما هي ولع معايا. يا عم ايه ده يا عم العطاء، الله يخرب بيتك.